يستخدم جسمه بوزن نصف طن ليسحق اللبوة. كما أنه يمتلك سلاحاً آخر، إنه يعض بأسنان كالمجرفة مصوباً نحو أسفل البطن. ذكور الحمير الوحشية مقاتلة بارزة، تبرز الأسنان كأنياب مدببة وتستخدم لمهاجمة الفحول الأخرى. تشحذ الأسنان عبر التدرب والقتال، ويمكن أن تخترق الجلد والعضلات بقوة مشابهة لكسر كسارة الجوز لجوزة. أصابت العضات اللبوة إصابة بليغة، إنها تفقد قبضتها الخانقة. هذا يكفي. يتوقف الحمار الوحشي. لقد استحق هذا الحمار الوحشي أوسمته العسكرية المخططة. ربما لا تخرج الأسود منتصرة دائماً، لكنها تقاتل بشرف كبير.